التوزيع الجوائز في الدورة الأولى لأيام أمور جدية السينمائية. المرشحين لهذه السهرة هم فوزي بن قمرة عن فيلم بوك في بالو، لانكونتورنابل علي الشابي عن فيلم في سنايا، لابيل بيا الزردي في فيلم نحبك فوزي، لو تالونتيو كريم الغربي عن فيلم قدر صاحبي، لو مانيفيك فيصل الحذيري عن فيلم مبروكة مون أمور، الاكسيبسيونيل بسام الحمراوي عن فيلم ذا سانكوح. ننتقل توا لتوزيع الجوائز. وعليه جربوها قاعد حاضروني في الدورة، جربوها في الدورة قاعد شيعة نتكيف ومشي على الند، حتى اسمنا ما جبتوش دورة فاشلة شنقطعت. وسيم مقالو عن فيلم بابا غاسطح، باش ننتقلوا توا لتوزيع الجوائز. تحصل عن جائزة النائب الذهبي الممثل القدير علي الشابي، أعطينا كلمة علي على فيلم، على اندو اندو فيلم على أي. علي اعطينا كلمه على فيلم، كيفاش عشت الفيلم؟ اوكي السادة الحضور، سيداتي انساتي سادتي، مرحبا بكم في برنامج سيرك كبير. والله حبيت نشكر المدام اللي شجعتني برشا باش معناتها نعمل الفيلم هذايا، فيلم بعنوان في سنايا. خلاص الدور هذايا، الدور هذايا باش تكون في بالكم راه دور يحلم به اي ممثل في العالم. صحيح، وفما شكون سامحني عليه، وشنو بالضبط الدور اللي خدمته؟ والله دراغولا مصاص الدماء. وينو السنايب؟ وينو السنايب؟ كنايب كنايب الذهب. برافو، ميرسي ميرسي. والآن سوف نمر إلى جائزة البوتوكس الذهبي التي تحصلت عليه الممثلة القديرة مونيكا بلوتشي تونس بيا الزردي. Je comprends, ma chérie. مانيش لاقية الحقيقة الكلام، شنو نقول باش نقول؟ ياسر ياسر فرحانة. الحقيقة نحب نحبك فوزي. اي نسيت الفيلم بالعمل، تعرف الفيلم تعبنا برشا باش صورناه. هي قصة معاناة، قصة حب، قصة رومانسية تاريخية بدأت من 1923 مع العظيم العملاق سي فوزي بن قمرة. ربي ان شاء الله
نذكروه بالخير. كنت نتمنى انه يكون موجود معنا ويفرح الفرحة الكبيرة هذي. اما اي لسك لا مش هذيك مش درعك مش درعك مش هذيك هذا مش هذيك. ونمر الآن إلى جائزة الحاجب الذهبي وتحصل عليه الفنان المخضرم فوزي بن قمرة. تنجمش تحكي لنا سي فوزي على الاكسبيريانس نتاعك كيفاش عشتها؟ وي انا انا اشكركم جزيل الشكر، ما عنديش عبارات الكبيره باش نشكركم بها، بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. حبيت نشكر المخرج نوري بوحاجب اللي امن بحواجبي امن بقدراتي. حبيت انا بالله يزيدوني بالصحه يعيشكم، حبيت انا من خلال الفيلم هذا حبيت نقول لكل واحد ام وابوه ما في بالهمش، حبيت نقول لهم اللي يلزمهم يكونوا في بالهم، وان شاء الله باذن الله سامعين من وعدكم اللي باش نعمل فيلم اخر اللي هو تبع زورو 2 باش نشكر الناس اللي شكرتني برشا برشا برشا، باش باذن الله السميع العليم باش نكون ان شاء الله متفوق وديما باش نمثل زورو 2 ما زادوش استنى باش نمثل ان شاء الله زورو 2 و3 و4 بنتو فيكم انتم اللي عجبكم انا هديه لكم انتم. ميرسي بارك الله فيكم. ميرسي بارك الله فيكم. الحاجة بالذهب صفقه. والآن مع جائزة الكعكة الذهبية للممثل القدير كريم الغربي. كريم الغربي كريم الغربي تنجمش تعطينا كلمة بلي قبل كل شيء نقول ميرسي الناس الكل، ميرسي السينما فن كبير، ميرسي الجمهور هذا، ميرسي طارق، طارق هو اللي لاهي بالتوسكي فهمتي، ميرسي نبيل، ميرسي الاولاد الكل، تعبكم ما مشاش خساره. فيف لو سينما، فيف لو سينما. حبينا كان نحكي لك على الفيلم معنا شنو يحكي يعني. كيفاش عشت معناتها كيفاش عشت الفيلم؟ كيفاش دخلت في الدور؟ كيفاش معناتها فسر الجمهور نتاعك لي فانز نتاعك اللي قاعدين يتفرجوا فيك. هو الفيلم يعني قدر صاحبي يحكي على انسان طلعت له دماله يعني في سنتو. فيلم دمال لو كونتور بون دو دمال هي نحكي فيه على المعاناة نتاع العباد اللي عندهم دمالة اللي نحكي عليهم حد في الأفلام. أنا حكيت عليهم عنده دمالة و شكرا ميرسي ميرسي وحب يفقحها يعني وخذيتها من قصة واقعية يعني مواطن تونسي ذا عنده دمالة من اللي حب ينحي الدمالة ما تنحاش. كي تفرجوا في الفيلم معناها اللي لعب بالدور البشير الفتي بي نحى الدماله في الفيلم، انا جبته باش نحي له الدمال، نحى الدماله ونحينا له جد بوه الكل فهمتي في الفيلم وشكرا. الفيلم معناها فيهوش برشا. نحب نسالك. اي تفضل. بالله خاطر انا تو تفرجت معناتها عندي فكره على الفيلم نتاعك، تفرجت
تفرجت في معناتها في التيزر نجم نقولوا اما ما لقيتش الوقت مازلت ما دخلتش خاطر مازلنا كي بدينا اليوم. حبيت نعرف قداش من ممثل في الفيلم نتاعك اللي مثلت فيه؟ هما زوز ممثلين ومنهم واحد متوفي معناه يمثل جثة نتاعو، واحد واقف بحذاه يغرد على هذاك اللي عنده الدمالة لون مات، فهمت؟ قعد يبكي عليه فيلم كامل يا اخي اللي بكى عليه. شوف انت معناها الحبكة الدرامية في الاخر طلع الزوز عندهم دمالة وهو يبكي على اللي عندهش دمالة. Franchement, de par le teaser, le film il a l'air d'être vraiment excellent. Je vous conseille d'aller le voir. والآن مع جائزة اللسان الذهبي للممثل الدولي فيصل الحذيري. Bonjour Faisal. Bonjour. Tu as le trac, hein? Oui, une fois, je vais prendre le mizdah. I just wanna say, ladies and gentlemen, I just wanna say mabrouka. Your baby love you, mabrouka. My film is يحكي على المرأة الريفية. Your farm and the reef. It is very nice, your Elsin, because Elsin Mabruka is a mechanism. thank you very much. Thank you. هو لسانك هو سر نجاحك. وي كما يقولوا المثل لسانك صوانك إذا صنتو صانك وإذا خنتو خانك. ميرسي. Thank you. Lights and gentlemen. شكرا شكرا الممثل القدير فيصل الحذيري. نشكرك سي فيصل، ميرسي بوكو. والآن مع جائزة الكشخة الذهبية للممثل المبتدأ بسام الحمراوي. بسام كممثل مبتدأ كيفاش عشت التجربة نتاعك في عشت كخبر حتى ما مبتدأ وخبر نسيب كون حب نشكركم على الجائزة على الكشخة لأنه الفيلم تاعنا اسمه ذو سنكوح ذو سنكوح خاطر ذو سنكوح هو فيلم يعني خرافة بتاعه تحكي عن مسنكحين في العالم الكل لسنكحت الامور الاقتصاديه ما بين البلدان وتقويه السناكح العالميه ما بين البلدان الكل. دونك نتمنى التنكيح لكل واحد يجي يتفرج بس تنكحوا بالكدا بالكدا يجي يتفرجوا بيه. ميرسي بوكو وربي يفضلكم ربي سنكحكم ان شاء الله ربي سنكحكم ان شاء الله. ميرسي بوكو ميرسي بوكو. والان مع السوبر ستار الذي فاز بجائزه الببغاء الذهبي وسيم ميغالو. الحمد لله قاعدين كما قاعدين تشوفوا في وسيم ميغالو متأثر جدا. لا مش متأثر. لا متأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لاول مره ومثل المغرب واشارك معكم في هذا المهرجان ولك ما يتسمى عندكم. في البدايه حبيت نشكر الملك محمد الخامس ومحمد السادس ومن زه نوف ومحيل انطلاقه لهذه المناسبه واشكرهم. وهذا الببغي انا اريد ان اهديه للملك كما نقولوا الله الوطن الملك. ثانيا انت زوينه. هذا الفيلم ديالي اللي قلنا بيه تكلفي حكايته طويله اذا سالتيني على كيف نتكلم لك انا. ما فهمت حتى شيء لما حدا ما عندك فكره على السيناريو؟ سيناريو هذا الفيلم يعني عباره على حمام عبي بالمطهر ما عندك تمسهره وتكتب نساوي تكتب نساوي تدخل انا تكتب
تنساو يتك حدا ولا كتكون مثلا تقول زوينه بعين تشوف الحاجات حاتك مثلا تصاورك الحاجات على اللوفا وبعدين في اخر المسلسل نطلع فوق السطح ونعمل واحد الحاجه زوينه. شكرا شكرا لحمولي حمولي كانت هذه سهرة أمور جدية السينمائية تصفيقة على مريم بن مابي.